من كلامك فهمت انه لك اسلوب في تحضير اللاعبين صح؟ نعم. وهذا نابع من خبره. اعطونا في مقطع اكيد انت شفته انتشر في غرفة الملابس، اعطونا يا شباب. لا توكلنا على الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، العلي العظيم. اللهم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا. اللهم سهل أمورنا، اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين، يا رب العالمين. تضحك على التعليقات اللي انت فعلا كذا قبل كل مباراة؟ لا اللاعبين قبل كل مباراة كذا، ما هو انا مش انت اي بس رافقهم قالوا تعال، ولا سعد الصالح الحارس هو اللي متولي الموضوع قبل، وجيت انا قالوا انت صارت هذه عشان تصير شماعة لكم وللناس عشان يتكلموا، ولا عادي بس جميل وعظيم. ما اجمل الدعاء قبل اكيد لا ما اجمل بس انه يحور ويجي هذا بالعكس، وكنا حنا وحنا بالممتاز ايضا نفس الطريقه كانوا يدعون العيال يعني، وبعض الفرق ترى تسوي بس انها سلط عليها هذا وصارت واخذت على الرجال ملتحي وش جابه وهذا طريقته وهذا امله وهذا نقول نطوع هذه هي يعني. يعني انت كانك تبي تقول اذا لك لحيه اترك الكوره يا اخي ما يصلح، فهذا اللي انا اشوفه من الرسائل اللي تجي يعني ما هو مجالك هذا ما هو صحيح. مدربين انجليز شوف مدرب اظنه احد الانديه ملتحي بيقول له اطلع انت، هو ما هو نصر هو مسيحي يعني بعد فالموضوع هذا اذا ركب تركيبه خطا ما ادري ما هي. ابو عبد المحسن انا بروح الفاصل وزي ما قلت يعني انت من الناس الطبيعي جدا واللي يدخل القلب مباشرة وتقدر تتكلم معاه براحتك وتتكلم معاه بكل المواضيع براحتك، وأنا من مشجعين ومحبي نادي الطائي من بعد ما تعرفت عليك واعتبرني الأكبر مشجع لنادي الطائي طول ما أنت رئيس لي النادي. أبغى أروح للفاصل وبعد الفاصل الشباب عاد الصحفيين هنا يستلمونك، أنا أجامل ترى هذول ما يجاملون لا أبد أبد، ياخذون راحتهم. فاصل قصير بعدها ونعم.